اكيد بعد دوري العراقي ما اريد احنا، اريد غير دوري. بعد الشرطه ما يلعب الدوري العراقي، يريد دوري عراقي اقوى بعد. بعد كل الفرق ما تنافسنا، ثالث ان شاء الله. اليوم راح ارجع للنجف مرتاح. اليوم ارجع للنجف مرتاح، الحمد لله وشكر. حيا الله هذا الجمهور، حيا الله الواعين. مبروك 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 الجمهورنا، الف مبروك الصداره. فريق ورا فريق، تعالوا لنسوي بكم مثل العام، فريق ورا فريق، والبي خير خليجي.